أربع فئات فقط تستحق منحة ال 500 جنيه من وزارة القوة العاملة. أخبار العلاوات الخمسة، صرف معاشات شهر أبريل. دي الأخبار اللي هنتكلم فيها في النشرة بتاعت النهاردة. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل النشرة، من فضلك انزل اشترك حالا في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، وفعل زر التنبيهات علشان يصلك كل جديد مع تفاصيل الخبر. أربع فئات فقط تستحق منحة ال 500 جنيه. التفاصيل. قال محمد عبد الرحمن وكيل وزارة القوة العاملة إن الوزارة كانت سابقة نحو حماية العمالة الغير منتظمة التي تضررت من أزمة فيروس كورونا، واتخذت إجراءات فورية بصرف منحة استثنائية بقيمة 500 جنيه بعيدة عن المنح الأربع التي تصرف سنويا للعمالة المسجلة لدى الوزارة. وأضاف في حوار مع الإعلامي سمير عمرو ضمن حلقة يوم الثلاثاء من برنامج أهل مصر على قناة سكاي نيوز العربية إن المنحة تصرف للعاملين في أربع قطاعات فقط. نركز في الكلام شوية شباب، بيقولك إن المنحة تصرف لأربع قطاعات فقط، هي الزراعة والمقاولات وعمال البحر والمناجم والمحاجر. يبقى الأربع قطاعات هما قطاع الزراعة وقطاع المقاولات وقطاع عمال البحر وقطاع المناجم والمحاجر، مشيرة إلى أن عدد العاملين يتجاوز 12 مليون عامل، لكن المنحة تصرف للمسجلين فقط في قاعدة بيانات الوزارة، مستنكرا إقدام الآلاف العمال على التسجيل حاليا رغم مناشدتهم بالتسجيل طوال الفترة الماضية بقوله هي الناس فاقت دلوقتي وجاية تسجل، مشيرا إلى أن بدء صرف المنحة أنه بدأ صرف المنحة من 28 مارس المنتهي بإجمالي 120 ألف عامل صرف المنحة بقيمة أكثر من 600 ألف جنيه عن طريق مكاتب البريد. والخبر من جريدة البوابة نيوز. هسيب لحضراتكم أسفل الفيديو ده رابط، الرابط ده هتخش عليه اللي هو موقع القوى العاملة اللي هي استمارة التسجيل المباشرة، هتدخل عليها هتسجل بياناتك وان شاء الله هيتصلوا بيك ويقول لك تعالى اقبض المنحة الاستثنائية ال 500 جنيه. برجاء بعد اذنكم يا شباب، محدش يبعت لي على الايميل بتاع الايميل اللي تحت القناة، محدش يبعت لي على الايميل بيانات التسجيل، انا مش بسجل لحد. هسيب لحضراتكم الرابط تسجلوا بنفسكم. كمان في معانا خبر مهم جدا بخصوص معاشيات النهارده 1 ابريل هيتم صرف المعاشيات الاقل من 1000 جنيه. وزيرة التضامن الاجتماعي لأصحاب المعاشات التزموا بالصرف في الأيام المخصصة لكل شريحة، كتب الأستاذ محمد شرقاوي في جريدة اليوم السابع يوم الثلاث 31 مارس 2020. قال نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم اتخاذ عدة إجراءات حفاظا على صحة المواطنين وعلى الصحة العامة، ومؤكدا إنه سيتم صرف المعاشات من يوم 1 وحتى يوم 9 ابريل ومناشدة المواطنين عدم الذهاب لصرف المعاشات الخاصة بهم في غير الايام المخصصة لهم، ولو شريحة المواطن عدت عليه لا يمكنه صرف المعاش الخاص به، ولو فتحنا الباب لاي استثناءات يبقى مفيش داعي لتطبيق اي نظام. واضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل إن إجمالي من يصرفون المعاش ما يقرب من 10 مليون مواطن، والأكثر ازدحاما هم الفئة الأقل من 2000 جنيه قائلا هم حوالي ربع من يصرفون المعاشات، مضيفة إنه تم التنسيق مع التأمينات والشؤون ومكاتب البريد بتقسيم شرائح فئات المعاشات لأقل من 1000 جنيه وأكبر نسبة وتخصيص 3 أيام لصرف معاشاتهم، تم الصرف لشريحة أخرى وهي من 1000 إلى 2000 جنيه لمدة يومين وهكذا. وتابعت نيفين القباش إن الأعداد لصرف المعاشات بداية من أسبوعين من نص مارس
تحسبا لهذه الفتره الدرجه التي تشهدها والاجراءات الاحترازيه التي تتخذها لمنع التجمعات. وصرح نيفين القباش وزير التضامن الاجتماعي انه غدا الاربعاء هو اول يوم في صرف المعاشات المستحقه عن شهر ابريل 2020، وذلك من خلال منافذ الصرف البالغ عددها 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي الATM والتي يصل عددها إلى 10,000 ماكينة صرف. وأكدت نيفين القباج أنه منعا للتكدس والازدحام أمام منافذ الصرف سيتم تنفيذ آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل، على أن يتم تحويل المعاشات المحولة على حسابات في البنوك بداية من غدا الأول من إبريل، لافتة إلى أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه وأقل ويبلغ عددهم 2,400,000 مواطن سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافق 1/4 و2/4 و4/4 من شهر إبريل. أما أصحاب المعاشات الأكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه هيبلغ عددهم 2.5 مليون مواطن قائم بالصرف، فسيصرفون يوم معاشاتهم يوم الأحد والاثنين والثلاث الموافق 5 و6 و7 من شهر إبريل. ولكن الفئة الأخيرة الذي اللي معاشاتها أكتر من 2000 جنيه هيتم صرف معاشاتها يوم 8 و9 و4، وباقي الناس اللي ما صرفتش في الثلاث شرايح دول هيتاح ليها انها تسحب من يوم 12 في الشهر. ده كان الخبر الخاص بمعاشات شهر ابريل معانا النهاردة. كمان معانا خبر من جريدة مصر 5، الخبر خاص بالعلاوات الخمسة. موعد صرف العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات وشروط وطريقة حساب العلاوة. أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستبدأ في سداد العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وذلك بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وجاء ذلك قبل أيام من خلال مداخلة هاتفية للوزيرة في برنامج يحدث في مصر الذي قدمه الإعلامي شريف عامر، والذي أشارت إلى أن الصراع بين الحكومة والمتقاعدين استمر 5 سنوات قبل أن يأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف العلاوات الخمسة. السيسي يأمر بصرف العلاوات الخمسة. أوضحت الوزيرة إلى أن القانون لم يكن مدرج في موازنة العام الحالي، وأشارت إلى أن التكلفة المجمدة من 2006 لغاية 2015 مرتفعة جدا، حيث بلغت 27 مليار جنيه والتكلفة السنوية 7 مليار جنيه. وتبدأ الوزارة في إنفاق 35 مليار جنيه اعتبارا من بداية شهر يونيو لسنة 2020. يذكر أن أزمة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات حسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وافق على سداد العلاوات بنسبة تعادل 80% من أجور المستفيدين. ومن عام 2006 توقفت الحكومة عن إضافة 80% من العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي لأصحاب المعاشات بمجرد بلوغ سن التقاعد منذ صدور قانون الخدمة المدنية، وهذا يعني أن المستفيدين من العلاوات الخمسة هم جميع الذين تركوا المعاش التقاعد من عام 2006 وحتى عام 2015. وللحصول على العلاوة يجب أن يكون المتقاعد قد اشترك في هذا العلاوة مقدما كجزء من رسوم التأمين الخاصة به، ويتجاوز عدد المستفيدين وقاعدة إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات إلى نحو 1,000,000 متقاعد، وبلغ عدد المستفيدين من الجهات الحكومية من القرار حوالي 1,600,000 قائم بالصرف، في حين بلغ عدد المستفيدين من القطاع الخاص حوالي 500,000. أما بخصوص كيفية حساب العلاوات الخمسة، فإحنا قلنا لحضراتكم في فيديو سابق ان العلاوات او الجداول اللي بتنزل جداول شبه حقيقية ولكن مش حقيقية، لان كل واحد بتختلف العلاوة بتاعته من شخص لاخر. اتمنى ان يكون الفيديو عجب حضراتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة.